تعال يلا والله تعال خلنا بهدلك. هاي روح اجيب جبت فولي، اجيب الارك، جبت 6 كروزات دخان، ثلاث اسمع كروزات معسل. اجيب انا اجيب الارجيله جيبها يلا. اسمع اي ايمن، وحياه امي وامك، هينا عبد الله ابراهيم، امشي وحياه امي وامك، شباب الدار لا الزاويه هنا. انا اسمع وحياه امي وامك، صوتك كل الشارع سمعك. والله الشارع فاضي يا زلمه. والله يا ايمن لا صوت ولا جمس ولا جمس، بلاش اقول له ولا جمس. ايمن خلاص تعال طوشوش علي. نصطوا عليها. في عندهم مي، عندهم دخان. خلاص هذا تبع بيسس يا اخوان الجمس، تطلع طارد ورا البيسس يا طلع. هاي البيكا ما بيحملوك فيه زي الخري بيحطوك فيه. بدي بني ادم عشان اصير بني ادم. والله حلو اللحيه عليك وتكسحها. حلو اللحيه. زرع طلع اخوان اليوم طول اليوم. انا ايش بعمل خبز؟ والله مش ضابط معي بس ضبط يعني، حشيت الجبنه ضبط. طلع عليه حاط جواته جبنه؟ حاطط جبنه عشان اكل. فوق العجين مو قاعد. نفسي برغيف خبز يا زلمه. 3 ايام بلا خبز. أيوة. شو ما بتساوي الشرطة؟ كم مستير فيش مجال يا اخوان، انحبسنا. خليكم معي على اللايف. لا انحبسناش والله، لا يجوا علينا كبسه والله العظيم. انا هاي بطيرة زي البسس تركض في الشارع. والله ما بهرب والله، لا تهرب والله. بحط حلوة السيارة يعني سيارة، انت كلك قد السيارة. اسلم اذا مروح شلك، انت ظلك تهرب من شو بتخافوا يا زلمه؟ يا بابا شو بخاف؟ خايفين من الله ما خاف. استغفر الله العظيم. خلاص قوم انقز. دطش مع تبع الغاز. ها حبيبي وين؟ والله حبيبي وحش والله راسي. وين؟ وين؟ امسكوكم. هايهم قاعدين هون كل الزعبيه مره قد جيش مع كاش معه. جيش هذا اخوان مرقد كتيبه هسه كامل بكم وباص شرطه ومش عارف ايش وبكم جيش قاعدين هون بيجي 20 واحد عاملين تعليل لاولاد عمي ولا حقه معهم ظلوا ماشيين. وهذا زعبيه اللي بده يحكي معهم اخوان ما عاد يطلع من الدار. احنا هيك باعتبارنا في الدار لانه حارتنا زي حارة الضبع يعني، في فوق باب عرفتوه، فاحنا بنسكر باب الحارة. طب فراش النهاية هي بتضوي اذا ما تضوي اذا مشان الله مالك يا هذا زلمه بضل خايف. روح ربع الدار تعالوا اسطنبول اذا تخلص الكورونا. والله ما انا قاعد في الاردن دقيقة. خيدوا اولاد عمك ما ليش متلثمين هيك كل الاردن بتمشي. وين الحجر يا اخوان في الموضوع؟ هسه بيجوا يحبسوني انا وتعال. تبع غاز يا جمس. زين نصيبك من تعاون الغاز جنبك. اهلين. الو. اهلين وسهلين. الو. امبارح اخوان قلبت لكم الجوفه قلابه. قلبتها، شغلت السياره، شغلت رباعي. ولعت صوت الشرطه وظلت ازمر في الشارع وكل الاردن تطلع، كل المنطقه تطلع تزقفني. اه صاروا صفروا لي يزقفوا لي. شيشتهم قاعد شيشتهم طلع على الدار. والله ايوه ما استر شلون وقف بكم الشرطه في الجرطيش. اخ يا جماعه وين يحيى بالدار ممنوع يحيى. انا عامل له حجر خاص يحيى. يحيى فنان محترم. خلص لندومي أتاري زرعتك خردة بحروقي. يلا يا جماعة في بوكس عندكم، بوكس أسئلة تمام؟ الكل يضغط عليه ويسألني. بوكس شرطة.
بوكس اسئله تحت الكل يضغط عليه ويسمي. خلينا نشوف الاسئله. خلينا نلعب ببجي. لا هذا نشوف عنا على سنقر. الله على فيو على عندكم بكم عبد الجنايه. اه تعال بحث الجنايه هذول بحملوا بحملوا اللي زيك. وين انت هسه؟ في الحاره. هاي عندنا اسئله كثيره. كم مرة حبيت؟ ما عمريش حبيت يا جماعة، ما بحبش أنا ولا مرتبط ولا متجوز ولا ليش مدريد؟ برشلونة ولا ريال مدريد؟ برشلونة. كم مرة حبيت بحياتك؟ مش خايف من سكوت. لا منتج على البحر الميت. بحبك وأنا بحبك. كم عمرك؟ عمري 22 سنة. تعرف انه بكره عيد ميلادي؟ حياة القران. خلينا نشوف عندنا الاسئله ايش بتقول. اخوان ما حبيتش ولا مره في حياتي، بمزعش منكم. ابراهيم انتزع من الرمت ولا نصاب من كل من كل مكان. متى بلشت بالانستا؟ قبل سنه ونص. اجل اقول 2019. شلون كانت رحلتك في اسطنبول بتجنن؟ معلمون في محلات بتبيع دخان. هذا الزلمه ببيع دخان. هيو مين بده دخان هسه بجيب له؟ يلا الله لا يوقف. بس بروسات يعني مش هار جاي يجيب عشان بخير. ايش تحفزنا يا حكومة؟ والله لا ينحبس، لازم نروح نروح. يا ابراهيم ايش اكثر بلد بتحبه؟ لبنان. لبنان جنة يا جماعة. معك تصريح؟ لا. وين انت هسه وايش بتساوي؟ قاعدين انا والشباب زهقانين. عندك ماسك تفاحتين؟ اه الله للعباد وابراهيم القياده. انت حبيبي، انت عبود حبيبي. ايش بدك؟ عندك ماسك تفاحتين؟ ماسك تفاحتين بعشر لغات الراس. ثلاث احمر في طاقه ونص. والله فتحنا احمر. تبدل معي بالبكتين لمنا. انا اعطيني بكتين ببلاش. ما انت حالك دخان مليان مع دخان يا جماعه. كثير يعني، لا كثير كثير. هاي الجمس من امبارح. هاي شوف قد ايه معي دخان. شوف اوعى 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 اوعى. كب وخلص. سيجارة الي وسيجارة للجنس. ايه خلصنا. الله يعطيكم العافية. انا اصلا ببطل الدخان. دخان مش منيح للصحة يا جماعة. الحداش دخن. وين يحيى؟ سحب النمد. يحيى كنت تصل علي. يحيى مسافر حبايبي. يحيى مش في الاردن يا جماعة. كل زهقان انا عارف. بس مفيش فوقيه وحياة الله. مغامره يلا. مش مغامره بجوز بجوز بده ينط علينا هسه. روح روح. تاني قداحتك وروح روح. ماش عادي هذول بحث الجنائي سلمت عليهم. سلمت عليهم؟ ما هذول بيسلموا عليك هسه كمان شوي بيحملوك البحث الجنائي. السلام عليكم اخويا، لانه مش حلوه تشوفوني وانا قاعد بركض في الشارع. السلام عليكم. بده يجي يبعث لي على الخاص. قعدتكم جميعا. لا هاي هاي